جاني طلب اليوم، أقسم بالله مو بس قهرني فقعني. زين بقرأ لكم إياه وححط لكم إياه دحين. طيب قل لي: السلام عليكم، حاب أطلب بطانية مفرزة لزوجتي حامل، والاسم أبغاه يكون مفاجأة، هي ما تعرف إني بسمي فيه. خلاص صدمني، أقسم بالله حسيت إن أنا أبا كذا ألطش فيه. وعليكم السلام، زوجتك حامل ولا قررت اسم البيبي وأنت بتقرر عنها؟ قل لي إيوة، أبغى أضيف كارت مكتوب عليه: بتكوني أفضل أم إلى طفلنا أشهب. يعني فوق إنك حتفاجئها بالاسم تختار اسم زي الزفت، ليش؟ حرام عليك، ليش؟ إيش قلت له؟ قلت له أعتذر لك، ما راح أقهر حامل بتنفيذ هالطلب، لأنه من جد يعني أنا دوبي طالعة من حمل، أنا بس لو أحد ما يجيب لي الشبس اللي أنا أبغاه أنقهر. كمان حتسمي الطفل اللي هي حامل فيه 9 شهور أشهب؟ رشا، إيش التعليقات الموجودة عندك على هذا الفيديو؟ طيب، أول تعليق من ميليسا ردت وقالت: وش دخلك أنت بينهم؟ هو فعلياً أخطأ، بس أنت مالك دخل. هو صراحة هو زبون وأنت تقدمين خدمة، أعطيني إياها. لا، هي رددت وتسأل من جدك ليلة ردي. عطية قال: الزوج هو اللي بيده القوامة بكل شيء، وكلمته واحدة مثل السيف، هو الآمر الناهي واللي يكرف طول اليوم عشان يعبي بطن زوجته وعياله ويكفيهم كل شيء. تسمية العيال حق مكتسب له وحده، لأن عياله يحملون اسمه مو اسم زوجته. هذا راح زاوية، يعني هذا مرة كبرناه. يعني هو يعني أوريدي قال أنه هو الآمر الناهي وما أعرف إيش، كمان يعبي بطنها. إيه، وهو اللي الأطفال بيأخذون اسمه. هو طول السالفة. عطية I can fly قالت: تخيلوا زوجي يختار اسم هو بكيفة وخايف كمان، وربي لأشيل عفشي وأمشي أنا والولد ونشوف وش اللي أشهب. يعني بصراحة أشهب كمان اسم، خلينا نكون واقعي، أشهب في 2024 مشاركة. وهي اللي حملت 9 شهور يعني، ويمكن هم متفقين كمان، لو جينا للحق يمكن هم متفقين بالاسم. أنا ما أدري صاحبة المتجر ليه كمان عصر، يمكن هم متفقين إن هو يفاجئها بأشهب. بالعكس، اسم جميل، احنا ما نقول شيء. رامي قال: 99.99% انه السالفه ما حصلت، مين يسمي اشهب اصلا عشان يفاجئها فيه؟